قال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أكمل نجاتي إن الجلسة الحالية ناقشت ملف الدين العام وتم تقديم مقترحات وحلول خارج الصندوق في هذا الصدد. وأكد نجاتي أن الجلسة ناقشت ملف الدين الداخلي أيضا وتم طرح حلول لمعالجة عجز الموازنة والخلل الاقتصادي. جلسة مع أنها جلسة عامة لكنها جلسة متخصصة لأن كل الموجودين فيها متخصصين وخبراء في هذا الملف، وملف الدين هو ملف اقتصادي علمي لا يمكن التحدث فيه دون علم أو دراية. الحقيقة أن الحلول النهاردة التي قدمت في الجلسة كانت حلول خارج الصندوق. احنا في تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين تحدثنا عن بعض الحلول وتقدمنا بورقة عمل عنها، مثل مبادلة الأصول الغير مستغلة لبعض الشركات العامة أو الهيئات الاقتصادية مقابل الديون اللي عليها لبعض البنوك العامة أو بنك الاستثمار القومي، لأن ده بالتالي هيخفض خدمة الدين المستحقة على هذه الديون.